قلت لي يا يوسف بتخاف من البحر؟ قدامنا سفر طويل في البحر ده، عشان كده لازم تتعود. انا عارف الوحيد حظي نحس. الزول ينهز نفسه براه، الزول هزه في ايده يا ولد. حس شايف في الدنيا دي الحظ يا عم خليل. المهم انت تعاين شنو؟ يمكن هزك جنبك وانت ما شايفه لانه قاعد تعاين بعيد. عليك الله يا عم خليل، احنا كلامك ده ما بنفهمه بالساهل. يمكن هزكوا في البلد دي انتوا ما شايفينه لانه قاعد تعاينوا اللي برا. والله يا عم خليل بورسودان زي امي، حنينه ودافيه ووديعه، بس الجبر هو اللي بيخلينا نسافر. والله جبال له نحتني بالمركب لا من نمتا. اصل بضحكهم شنو؟ البحر ده ما اي زول بيقدر عليه. كلمه عليك الله يسعدك، كلمه. انت يا يوسف، انت لو ركبت الانشي مكافحه التهريب هتعمل شنو؟ ده ورطه اصعب من المركب اللي ركبتوها دي بكثير. والله انا القى اللنش بتاع المكافحه ده عذب المويه ده عذاب. انا بالمناسبه شفتك بتسوق المركب ده بمهاره عاليه، ما اي زول بيقدر يسوق كده. انتوا يا سعادتك اللانشات دي بتقبضوا بيها الناس؟ ما اللي بيسوقوا انساي ولا قصدك شنو يعني؟ لا لا، قصدي الناس اللي بيهربوا الناس. اللي بنقبضهم ده البختهم. على الاقل بيكونوا حيين. البحر ده ما اشوفه مسكين كده. البحر ده جوه صعب شديد. وفيه موت كتير جدا. خاصة الناس اللي بيركبوا اي حاجة ويخشوا ديل. يوسف يا يوسف.